بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اختار طريقك. دايما بنتكلم عن النجاح وتحقيق الذات. حلقتنا النهاردة مميزة لشخص فعلا ترك بصمة في مجال التدريس وبالأخص في مادة الجيولوجيا. رغم صغر سنه إلا أنه حقق نجاح كبير في مجاله وعمل حالة في محافظة الشرقية مختلفة وبالأخص مدينة فاقوس بين الطلبة. وجالنا رسائل كتير عن ضيف حلقتي النهاردة، علشان كده قررنا اننا نتواصل معاه ويكون معانا في الاستوديو علشان نعرف منه ايه الحكايه. معانا النهارده مستر معتز فوده مدرس الجيولوجيا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ محمد واهلا بالساده المشاهدين. عايزين نعرف ايه الطفره بقى اللي على السوشيال ميديا دي وايه الحكايه بقى. حبيبي يا استاذ محمد، والله كل الحكايه ان انا بدات من سنتين. اتفضل. والحمد لله ربنا اكرمنا ووسع في رزقنا وقدرنا ان احنا نكتب ونثبت كفاءتنا، والحمد لله قدرنا نثبت نفسنا جوه مدينه فاقوس في محافظه الشرقيه. يعني لو قلت لك الكاميرا معاك دلوقتي عايزك تعرف نفسك اكتر للمشاهدين هتقول ايه؟ انا معتز فوده من مدينه فاقوس محافظه الشرقيه. انا بدات دروس من سنتين، ولما بدات الحمد لله كان عباره عن 3 طلبه. اول ما بدات خالص وجيت بالصدفه، مش كان في دماغي المجال، بس لما بدات قدرت اثبت كفاءتي مع الطلبه، والطلبه بسم الله ما شاء الله كانوا طلبه متفوقين. فيما بعد بدات الطلبه تقعد مع اصدقائها يتكلموا في معلومات عن ماده الجيولوجيا. الطلبه بتاعتي بدات تثبت للطلبه اصدقائها ان هي عندها معلومات اكتر، فبدات الطلبه تيجي تجربني، ومع الوقت بدا العدد يزيد والحمد لله ربنا اكرمنا السنه دي. يعني النجاح بيكون نجاح زي ما بيقول. اه الحمد لله وربنا اكرمنا السنه دي بعدد اكبر بكتير. طيب عرفنا بقى يعني ايه مادة الجيولوجيا؟ الجيولوجيا دي مادة بتتكلم عن طبقات الأرض وصخور الأرض، وإيه هي أنواع الصخور، وإيه هي الحيوانات اللي كانت موجودة زمان. الحيوانات والكائنات طبعا. بالظبط كده. وبيكلمني كمان إن الحيوانات دي كانت موجودة في فترات إمتى، وإيه هي الفترات، وإيه هي الحيوانات اللي ظهرت في الأول، وإيه هي الكائنات اللي ظهرت في الآخر. بيكلمني بالظبط يعني عن كل حاجة تخص كوكب الأرض. طيب مستر معتز فوده بدأت التدريس من إمتى؟ انا بدات ليا 2 سنين بالظبط، ودي يعتبر السنه الثالثه ليا، والحمد لله قدرنا نثبت نفسنا ونثبت كفاءتنا في فوز. ما شاء الله ربنا يوفقك يا رب كده، وبنتمنى لك كل الدعم والنجاح. اللهم امين يا رب. اكيد حضرتك زي ما شفنا على السوشيال ميديا انت مكسر الدنيا طبعا. ايه الحافز اللي مستر معتز بيحفز بيه الطلبه بتوعه؟ والله انا لما كنت باجي احفز الطلبه اول حاجه بعملها بحاول اقرب منهم. احنا معانا فيديو برضو يا ريت استاذ محمد دياب يعرضه على الشاشه واحنا بنتكلم برضو عن تحفيز الطلبه. تمام. اول حاجه كنت بحاول اعملها بحاول اقرب من الطلبه، افهم دماغهم، احاول اعملهم كاخوهم الكبير قبل ما اكون استاذهم، عشان اقدر افهم هم عايزين ايه واقدر اوصل لهم المعلومه بكل بساطه. تاني حاجه بدات ان انا اشجعهم عن طريق ان هم لما ياخدوا امتحان، الطلبه اللي بتقفل الامتحان اقدر اديها هديه قيمة اللي هو يقدر يشجع عن طريقها، والطالب اللي مش كان بيقفل كنت بشجعه عشان الامتحان اللي بعده يقفل، ولما يقفل كنت برضه بديله هديه، بحيث ان الطالب دوت يفضل متفوق. وفعلا الطلبه اللي عندي قدروا ان هم يثبتوا ان هم قد التحدي وقد الثقه، وفعلا كلهم متفوقين الحمد لله. يعني تقول ايه للطلبه دلوقتي اللي مع حضرتك وانت دلوقتي موجود دلوقتي على الشاشه معانا؟ اول حاجه اقول لهم ان هم لازم يكونوا قد نفسهم، يعني بمعنى اصح يبقوا واثقين من نفسهم، واثقين ان هما قد المذاكره قد الاجتهاد، واثقين ان الثانويه مش نهايه الحياه، لا انت لازم تتعب تسعى تعمل اللي عليك، باقي مادتين اتعب في المادتين الباقيين اعمل اللي عليك فيهم، ولكن اوعى تنسى ان الثانويه ديت هي نهايه الحياه، لا هي مش نهايه طبعا. الحياه خالص، انت اتعب هتقابل الجامعه هتقابل حياه ثانيه تماما، ممكن ربنا ما يكونش كاتب لك اعلى كليه، ممكن يبقى ربنا كاتب لك الحياه مراحل لمستر المعتز صح؟ بالظبط. لازم اننا نسعى عشان نقدر نوصل. بالظبط. الحافز الجميل اللي بينك وبين الطلبه اللي شايفينه على الشاشه دلوقتي، والنجاح الجميل والحب والموده اللي بينك وبين الطلبه دلوقتي، كلمنا عنها وهي موجوده دلوقتي على الشاشه. والله يا استاذ محمد انا بعمل اللي عليا بحيث ان انا اخلي الطالب يبقى واثق من نفسه، وطالما الطالب بقى واثق من نفسه يقدر ان هو يثبت وجوده ويثبت مكانته قدام زمايله. وفعلا قدرت اعمل الحركه دي مع الطلبه اللي عندي، والطلبه فعلا بدات تاخد الثقه في نفسها وقدرت ان هي تثبت نفسها ويبقى عندها كل المعلومه بطريقه مبسطه. الفيديو ده كان في وقت معين ولا حضرتك كان ايه موضوع تصويره؟ الفيديو دوت كان امتحان شامل على المنهج كامل، والامتحان ده فعلا معظم الطلبه قفلته، واللي مش قفله كان ناقص درجه او درجتين، يعني الطلبه قدرت تثبت فيها كفاءه كبيره.
وده المفروض اللي بيحصل دايما في كل امتحان، بس ده كان امتحان عشان شامل على المنهج فنزلناه على السوشيال ميديا. حب ما تعمل لكي تعمل ما تحب. بالظبط. وده كده اللي انا شايفه انك انت بتحفز بيه الطلبه اللي بيتابعوا مع حضرتك. الحمد لله. لو الكاميرا معاك هتقول نصيحه للطلبه هتكون ايه؟ اول حاجه نصيحتي للطالب ان انت لازم تسعى، لانك انت ده اللي بيميزك الطالب الفاشل عن الطالب المجتهد، السعي. ربنا بيقول لك وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. يعني انت عليك انك تجتهد، تعمل اللي عليك والباقي سيبه على ربنا. دخلت الامتحان النهارده حسيت انك مش متوفق فيه، انساه خالص. الكنترول بيبلغنا دلوقتي ان في بيت صلاة كثيره جدا. معانا زينه من الشرقيه، معانا اتصال. زينه اهلا بيك يا زينه. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معانا مستر معتز فوده على الهواء دلوقتي، اتفضلي. اولا حابه اني اشكر مستر معتز لانه من اشطر وانجح مدرسين الزوليزيا في فاقوس. بجد كمستوى الدراسه هو من اشطر وانجح مدرسين الزوليزيا في فاقوس، واكبر داعم لطلابه نفسيا واجتهاد ما شاء الله عليه دراسيا، والشرح وكمان الحل ما شاء الله، كمان بيفسر كل حاجه في الحل، واكبر داعم لينا على المستوى الشخصي. تسلمي لنا. اكتر فترات حياتنا كنا في فتره نفسيا كطلاب ثالثه ثانوي بنتاثر جامد فيها، هو كان اكبر داعم من الهدايا البسيطه اللي بيدهزنا وكلامه المشجع لينا دايما، فكان دايما هو القدوه لينا في حاجات كثيره، وبجد الواحد استفاد منه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الدراسي، والواحد بيتمنى ان هو يوصل زي ما هو وصل، وان شاء الله نحقق وان هو يكون ان شاء الله بينا باذن الله في يوم من الايام يا رب. ربنا يحفظك ويوفقك يا زينه، نورتينا. وتحب تقول لزينه ايه بقى على الهواء؟ زينه من الناس المجتهده الملتزمه اللي عارفه اللي عليها وعارفه الواجب اللي هي المفروض تعمله وبتعمله، وان شاء الله ربنا يوفقها وهنشوفها دكتوره قد الدنيا. وطبعا عندي عينات كتيره من نفس شخصيه زينه، وان شاء الله ربنا يكبر بخاطرهم ويوفق دفعه 2024 كلها. بنشكرك يا زينه معانا. بجد بشكركم كلكم، بشكر مذيع وبشكر مستر معتز على كل حاجه وعلى اجتهاده وعلى مجهوده وتعبه وكل حاجه. شكرا لزينه، وبتمنى لك التوفيق والنجاح، وان شاء الله تنورينا في الاستوديو برضو ان شاء الله باذن الله قريب باذن الله. اللهم امين يا رب. نشكرك يا زينه. نرجع نكمل نصيحتنا للطلبه. اتفضل. فوالله يا استاذ محمد زي ما قلت لحضرتك كده، فانا شايف ان هو الطالب عشان يقدر يكمل حياته لازم يكون عنده ثقه بنفسه. عنده ثقه بقدراته اللي هو يقدر يوصلها. بالنفس. دي اهم حاجه، عنده ثقه بقدراته اللي هو يقدر يحققها. زي ما قلت لك من شويه، مش شرط ان هو يخش كليه قمه. كل الكليات قمه، المهم انك تقدر تثبت نفسك في المجال اللي انت تقدر تدخل فيه. بالظبط كده. طيب احنا داخلين على امتحان الجيولوجيا، تنصح الطلبه يذاكروها ازاي؟ اول حاجه يبداوا يفسروا كل باب من الابواب. تاني حاجه يبداوا يحلوا شوامل، يعني النهارده انت معاك 4 ايام. اول يوم ذاكر الباب الاول والباب الثاني جيولوجيا، تاني يوم ذاكر الباب الثاني، الباب الثالث والباب الرابع، تالت يوم ذاكر الخامس، ربع يوم ذاكر علوم البيئه، ومع كل يوم من 4 ايام حل امتحانات شامله، لان الامتحانات الشامله ديت هي اللي بتنشط ذاكرتك وبتخليك تقدر تفهم كل الافكار، فان شاء الله الامتحان تقدر تحله بكل سهوله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب ايه الخطوات، يعني ايه خطوات التعامل مع ورقه الامتحان وبدايه الاجابه، وازاي استغل الوقت بقى؟ ده سؤال موجه من الطلبه على السوشيال. جميل يا استاذ محمد. اول حاجه اول ما يمسك الورقه يسمي الله وصلى على النبي. صلى الله. بعد كده يبدا ان هو يقرا الاسئله سؤال سؤال، يفهم فكره السؤال، يفهم الاجابات عايزه ايه، يبدا ان هو يتكلم يشوف ايه اللي تنفعه. وانا بفضل نظام الحل بالاستبعاد، يعني يشوف ايه الاجابات اللي تنفع وايه الاجابات اللي ما تنفعش، واللي تنفع يبدا يختار ما بينها. لان بدل مثلا ما يكون عندي 4 اختيارات واستبعد اجابه او اجابتين، هختار من اجابتين افضل ما اختار من 4 اجابات، فدي حاجه كويسه برضو. تاني حاجه ان هو يبدا يفسر الامتحان كله. طب هو بيحل، لو قابل سؤال صعب مش لازم تعطل نفسك عليه تضيع وقت، لا، عدي السؤال، اعمل علامه عليه، عدي السؤال وكمل بيت الامتحانات خالص، بيت الامتحان يعني، وفي الاخر ارجع للسؤال الصعب اللي انت سبته في الاول. وفي اخر تلت ساعه ابدا ظلل في ورقه البابل شيت الاسئله اللي انت حليتها في ورقه الاسئله. وبعد ما تظلل ابدا راجع اللي انت ظللته، لانك ممكن تظلل غلط بعد الشر يعني. بعد الشر. قالوا عنك المعتز ومن جاور المعتز يعتز.
ممكن توضح لنا بقى اللقب اللي الناس مكسره بيه الدنيا على السوشيال ميديا؟ والله يا استاذ محمد كل الحكايه اللي حصلت كانت السنه اللي فاتت. تمام. كان الطلبه اللي عندي لما دخلوا الامتحان كل اللي احنا توقعناه في ليله المراجعه النهائيه هو اللي اجى بالظبط. هو اللي اجى بالظبط في الامتحان. فالطلبه كلها طلعت كانت مبسوطه من الامتحان وحاسه ان نقدر نقول ان وشك حلو على الطلبه جدا. بالظبط ما شاء الله ربنا يخليكم يا استاذ محمد. وهي كانت طالعه الطلبه من امتحان الكيمياء كانت مستواها متضايقه شويه فامتحان الجيولوجيا ده زي ما يقول جبر بخاطرك. فالطلبه من هنا بقى قعدوا يقولوا ده مستر معتز هو عارف كل توقعات الامتحان ده من جور المعتز يعتز. حبيبي يا استاذ يعتز. طيب احنا معانا فارس من الشرقيه. اهلا بيك يا فارس. اهلا بيكم. السلام عليكم. اهلا بيك. انت معانا على الهواء ومعانا مستر معتز فوده. اتفضل. حابب اشكر مستر معتز على كل حاجه عملها معانا من اول السنه بجد تعب معانا قوي يعني. وقف جنبي وقف جنبي قوي وكان اكتر من مدرب كمان كان بالنسبه لي اخ كبير كان على طول واقف جنبي وبينصحني اي حاجه تحصل لي كنت برجع له. حبيبي يا فارس احنا بنشكرك يا فارس. طلع معايا مستوايا رفع مستوايا كان بيحفزني دايما كان بجد مستعد لينا وربنا يا رب ينجحه اكتر واكتر ونشوفه في مكان اعلى من كده وان شاء الله هيوصل لمكان اعلى من كده بكتير لانه يستاهل كل خير. حبيبي يا فارس ربنا يخليك يا رب وان شاء الله افرح بمجموعه كده انت وكل حبايبك وكل اخواتك يا رب وان شاء الله افرح بكل الطلبه اللي عندي وهم متفوقين وداخلين الكليات اللي كانوا بيحلموا بيها. باذن الله بنشكرك يا فارس. مستر معتز مين كان اول داعم ليك؟ اول داعم ليا في مسيرتي في حياتي كلها وهي امي. الام امي كل امي كانت كلمه ام. امي كانت الدعم النفسي ليا كانت المساعده ليا كانت كل ما احس ان انا وقفت كنت ارجع لها بمعنى اصح كانت هي الصدر الحنون فهي اللي كانت بتساعدني وهي اللي كانت بتدعمني وهي اللي كانت بتشجعني حتى كل ما كنت بعطل كانت هي اللي لا تقول لي لازم تكمل لازم تتعب لازم تسعى لحد الحمد لله ما وصلت للمكان اللي انا فيها وده كله بفضلها. بشكرك وبشكر كل ام قدرت انها تحقق نجاح عظيم والنهارده موجود معانا مستر معتز. اول كلمه قالها قبل الهوى الفضل بعد ربنا ثم لامي. فالام وبكل مفهوم كلمه ام هي التي لا تنام حتى تنام انت واذا مرضت حزنت عليك. فياريت كل واحد فينا يقبل ايد ورجل امه ليل نهار والله ما هيكفيها. فانا بشكرك وبشكر والدة حضرتك ووالد حضرتك وبشكر كل المتابعين. حبيبي يا استاذ محمد ربنا يعز حضرتك. عايز منك بقى نصيحه لاولياء الامور هتقول لهم ايه؟ نصيحه لاولياء الامور اول حاجه ان هم يدوا ثقه لابنائهم. اول يعني ازاي؟ يعني يشجعوا ابنائهم يحفزوهم. تاني حاجه الطلبه اللي داخله ثالثه ثانوي يحاولوا اولياء الامور ان هم يقربوا من المدرسين، يعني يكون في متابعه اسبوعيه او شهريه مع المدرس بحيث ان يكون ولي الامر عارف كل حاجه بتحصل مع ابنه ودرجات ابنه ومستوى ابنه. طيب ايه اصعب المواقف اللي قابلتك وازاي قدرت تتعامل معاها اثناء التدريس؟ انا قابلني مواقف كتيره جدا ولكن بالنسبه لي اصعبها وهي كانت الانتقاد. يعني ايه الانتقاد؟ انا كان بيقابلني عدم الثقه بسبب صغر سني فكان بيقابلني انه في طلبه مثلا مش تبقى واثقه فيا حاسه ان انا مش هيبقى عندي كفاءه كامله بس الحمد لله قدرت اكسر الحاجز دوت عن طريق ان انا اشتغلت على نفسي بنيت نفسي طورت من نفسي وقدرت ان انا اثبت ان انا ادي الكفاءه وادي الثقه للطلب ان شاء الله باذن الله. حبيبي طيب هل انت شايف امتحان الجيولوجيا بتاع السنه اللي احنا فيها دي مختلف عن السنه اللي فاتت؟ والله يا استاذ محمد امتحان السنه اللي فاتت كان في مستوى الطالب المتوسط. تمام. فنتمنى امتحان السنه دي يكون نفس الكلام ولكن امتحان السنين اللي فاتت كلها كان برضو زي امتحان السنه اللي فاتت. فكل توقعاتنا وكل افكارنا هتبقى ان شاء الله زي امتحان السنه اللي فاتت ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا استاذ محمد. حابب تقول نصيحه اخيره قبل الختام؟ كل اللي انا عايزه من الطلبه ان هي تعمل اللي عليها ان هي تذاكر ان هي تسعى عشان تقدر توصل لحلمها. حلمك مش هتجيبه ولا توصل له وانت قاعد على السرير او ماسك التليفون. حلمك هتقدر توصل له وانت قاعد بتسعى بتذاكر تعمل اللي عليك عشان توصل. هتتعب شويه بس في الاخر هتوصل لكل اللي انت نفسك فيه وبتحلم بيه.
ربنا يوفقكم يا حبايبي جميعا، وان شاء الله اشوفكم يا دفعه 24 احسن ناس ودايما في المقدمات. انا بشكر كل الطلبه وبشكر حضرتك طبعا، نورتيني. ربنا يعزك يا استاذ محمد، ربنا يخليك يا رب. لقاءات عديده باذن الله حبيبي يا استاذ محمد، نتكلم اكتر واكتر عن نجاحات مستر معتز فوضى. ربنا يخليك، بشكرك، نورتنا في الاستوديو. ده نورك حبيبي يا استاذ محمد، شرف ليا معرفه الحضور. فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، وهيكون معانا ضيوف مميزه وفقرات متنوعه، خليكم معانا.